بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب بيتزا بوس وارزون. ليتس جو. عندنا هي شو كيك ذا بودي شوية بس ألذ بصراحة بكتير. عندنا دودة الشاشة. عندنا كل ليفل بيدينا من اللي هو الجزء اللي في الجنب اليمين ده كل بيدينا حاجات مختلفة, بيدينا أسلحة مختلفة نموتوا بيها. بس مشكلة ان تالت واحدة لازم نشوف لها فيديو فالموضوع هيبقى ممل شوية, لكن بصراحة السلاحين اللي بيدوهن فظاع. بس وموتنا ليفل كومبليتد. ووكينج زومبي. عندنا ارو اسهم عشان نموتوا بيها. يا لهوي تشين سو اللي هو المنشار شغال ده كده, منشار ايه معرفش, منشار هو منشار ده اللي هو منشار هيفضل نغوشي فيه كتير. يا لهوي قطعت راسه, مش المفروض كده يكون مات برضو؟ مفيش حاجة معرفش ازاي لسه يمكن عشان زومبي. تعال نجرب القرو. القرو لذيذ قوي بصراحة. يفضلي الدودة, هي ايه الدودة دي؟ انا مش فاهمة كانت كل شوية الدودة دي بتيجي تمشي علينا. بس مات. عندنا المرة دي بنت انرجي سورد. ده زي اللي في ستار وورز اللي هو لايت سيبر, مش فاكرة كان اسمها ايه بصراحة, بس اسمها لايت سيبر اللي هو السيف اللي بينور ده. ايوه مونكي بيرل. ايه ده زي دونكي كونج. يا لهوي يعني 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 ترى نجرب الانرجي سورد تاني. ايه المرة دي لون مختلف, المرة دي لونه اخضر. ايه المرة دي ازرق. ده كل مرة لما يتنور يبقى لون مختلف. جربي كده تاني. يا لهوي انا دخلته في رعبته. المرة دي ازرق برضو. فامباير كارلو. المرة دي في خلفية مختلفة كمان. بلانك. انت وحش, انت وحش. تعرف كي جي ممكن نخبطه هو على البتاع, ما اعرفش ايه دي بصراحه. يا لهوي دي تنفع اكتر. بصي ده تعور ازاي. يا لهوي ده تشلوه وعمل ايه. احلى من كيك ذا بودي لانها بليفلات وكل دور بيدينا بتاع ده اسلحه مختلفه. بس دي نسخه ثانيه في الاصليه اللي فيها البوس العادي بامكن جاستن. اوكي شكله شبه اسمه ايه ده, شكله شبه فيكتور اللي كان في ديسبيكابل مي دي بتاع ده اللي هو في المينيونز. ايوه اسمه ايه ده, سيوف. ايه ده شوكه, سيوف صغير. هي الشوكه اللي طلعت دي صح. ما عندنا ايه سلاب ويل دي. مسدس في ايدين صغننه والرجلين شكله كيوت اوي. ايدين ايوه. وي تعال نشوف السيوف دي تاني. مات. ده شكله شبه الفايكنج, تحس ان هو نوع من انواع الفايكنجز. ريكورد جن. ايه ريكورد جن ده اللي هو بتاع ده المكان اللي بيتحط فيها الشريط. بس هنا عمالين يقعوا. بصوا يا لهوي ده عملاق. ده بيموت ده اصلا. ده اللي هو منشار برضو آلي تاني بس كبير يا لهوي. ده دي زي كيك ذا بودي سن. يا لهوي مات. نيرس روز. عندنا المرة دي بنت. دول فين دول؟ دول زي ما يكون في بارك حاجة زي كده. هو ايه اللي هيموتها في الحلويات؟ مش عارف. لو اكل كتير اوكي ممكن تموت من كتر الاكل الحلويات الكتير قوي قوي يعني.
يعني قد دول مثلا. بس هي احنا بنحدف عليها حلويات مش بناكلها حلويات. يا مامي ده كده قلبت فيلم رعب. نديها حقن. قلبت فيلم رعب. الحقن مش بتعالج. بس كده. الحقن بتوجع. بس عندنا الراجل عيل. عندنا عيل ماشي. طب هنعمل فيه ده بيتحرق. سيبيه كده. بصي خديه كده وسيبيه. يا عيني احنا بنحرقه. طب هو بيتحرق ليه من حتة تانية غير اللي احنا بنحطه فيه؟ وعندنا قنابل. ايوه دي زي كيك ذا بودي كده. دي هتبقى تحفة. يا لهوي. طب افضل اعمل كده في كيك ذا بودي كده. المفروض يكون توفى خلاص. بس كده كده مات. عندنا ثانية على فكرة دي رسمة صح؟ مش انت تعرفيها؟ مسدس. مسدس الجبناء. ايه بوكر كارد ده عندنا؟ دول كوتشينة. كوتشينة. تيري. ازاي بتنطق واخر واحدة كانت بصي تبقى لايت بولب. لمبة. ايوة لمبة. باو باو اتخبطت بالتلفزيون يعني ماتت. تتريري. ايه الف هاري. عندنا الف اللي بيبقى بودان. انت بترقصين يعني بس شكله شرير شوية. glowing disc. يا الله فظيعة دي. لا دي جميلة. دي حفلة الجبنة. ايه ميك كده. انت راكبة كده. ايه ده بس كده. الدور ده عدى بسرعة اوي. دورف. دورف. بوريس. فايكنج تاني. ستيكي بومب. ايه ستيكي بومب ده. دي بتلزق فيه فوق. يا لهوي. دي بتلزق فيه. فتفرقع فيه هو. تعال نجرب ايه بيرل هامر ده. يا لهوي ده شاكوش عملاق. ده دوبك برميل في عصايه. يا لهوي ده بيلف لوحده كده الشاكوش. ويزرد جاك. انا شفت جزره ولا انا اتهيأ؟ خبطت بالجزره على النار. ايه فاير بول سورد ده. ده مسدس قوي قوي ده. مش مسدس اسمه ايه ده. سيف. سيف. تعال نجرب ارسطو. يا لهوي دي بتمطر. ايوه دي اللي هي بتبقى الحرب العظيم. ده اتحرق. ايوه نيرد سام اللي بعده. ده مسدس. هو باين عليه في الصين ده ولا ايه؟ عشان بصي شايف المكتوب ورا. اوتو تورت. ايه اوتو تورت. يا لهوي. انت شايف كمية القنابل رهيبة. قنابل شو تيمو. تيمو جو. حلو الاسم ده لذيذ. انا عجبني شكل حواجبهم ما اعرفش ليه شكلهم لذيذ. ده مسدس. حواجبهم خطوط تقيلة. ده مسدس عملاق. طب هو مال خدوده قوي يعني. بصي خدوده مال خدوده غريبه قوي. شبه شعرتهم. فيوز بومب. ايوه شكله فعلا شبه شعرتهم. يا لهوي قنابل كتير. لو شفت حد عنده الخدود دي يكتبه تحت في الكومنتات وانا مش واثق. حاول اعمل قنابل كتير وحركه فيها. مات. مين مريم ده. احنا عندنا المرة دي ست عجوزة. ست عجوزة جامدة. باين عليها عجوزة فعلا قوي. ست عجوزة جامد قوي. طب جرب التاني كده. المسدس ده مش قوي قوي. ده يمكن اخوها. يا لهوي
ايه ده؟ انا مش فاهمه ايه. محتاجه مسدس عشان افجره. اوه اوكي، يعني الاثنين بيتفاعلوا مع بعض. ستة عجوزه جامد قوي بقى، ما اعرفش خطوطها صعبه قوي بخليها شكلها عجوزه جامد قوي. او فوق تاني، فوق تاني. وهنا ايه ده؟ هي مالها ما عندهاش بق ليه؟ و يا لهوي اتجمدت. دراجون ديمتري. مسدس. ايوه البتاعة دي اللي بيمشوا عليها وبتنفجر. يا لهوي، هي ايه البتاعة اللي بيمشوا عليها وبتنفجر؟ ده فكيك، ده بادي برضو. اها، في كل حتة عشان تنفجر. مش عايزين. ايوه ايوه، شكرا شكرا. مات كده. باي. لافا يان. يان اظن المرة دي ما عندناش غير مسدسين بس، مش عارف، مش حاجة مثيرة اوي. يا لهوي. المسدس التاني كان احلى، حاسة ان هو كان اقوى كتير. ايوه ميت. ما علينا. باي يا اصحابي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مزيد فيديوهاتنا. باي.